اليوم تحديات تتطلب من كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية العمل لبلورة رؤية إصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل وجعل الجامعة اليوم وجامعة الغد قادرة على مسايرة التحولات الجارية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي. وفي هذا السياق فإن القطاع حدد في برنامج عمله الاستراتيجي ضمن مخطط عمل الحكومة انطلاق من برنامج السيد رئيس الجمهورية عددا من العمليات ذات الأولوية لبناء الجزائر الجديدة تهدف لتحسين الخدمات القطاع المتصلة بمهامه الأساسية في التكوين العالي والبحث العلمي.